احلى مسا عليكم جيمرز اند جنتلمان، والمزيد من لعبة كنترول. ويلا بينا مع بعض نكتشف المنطقه المظلمه والمظلمه ديت اللي كان فيها بوس فايت صعبه جدا في الفيديو اللي فات. لو مش شفتهاش ممكن ترجع تشوفها. معاكم احمد باكر بقناه فرجني. وقبل ما نبدا طبعا بشكر كل الشباب اللي بتدعمني وبتعمل لي لايكات وبتكتب لي كومنتات. بشكركم جدا جدا من كل قلبي يا شباب، بحبكم كلكم وانتم سر استمراري في هذه السلسله وفي القناه عموما. وقبل ما نبدا، لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، ولو انت مشترك ما تنساش تفاعل، لان التفاعل واللايكات بيزود الانتشار بيخلي الفيديو ينتشر. وهيا بنا نستأنف اللعبه. احنا خلاص تقريبا وصلنا قسم التحقيقات الخارجيه. ده المكان بتاع بوس فايت يا جماعه اللي فات. طبعا عانيت كتير جدا عشان اعرف اخلصه واوصل فيه السيكريت اللي انا كنت عايز اوصله فيه. مجرد انك تفتح النور بس توصل البطاريه تفتح النور. دلوقتي الليفيتور ممكن يشتغل اي ثينك. What are you doing in investigations? Jesus, don't scare me like that, Langston. If you're talking right now, I can't hear you. It's a one-way system. Try to find an intercom. اهو هو ده. Langston, it's me, Jesse. I know. I can see you on the monitors. The cameras in there haven't worked since we sealed that sector off a couple years back. Let me guess. You sealed it because of the monster guy. Wait, did you see Dr. Hartman? Jesus, I really wish you hadn't opened that firebreak. Okay, listen. You need to find Hartman and kill him before he gets out into the bureau. That thing is a person? He was a person. We brought him here to study after he was, altered in an AWE. I forget the medical word for what happened, but now light physically hurts him. Do you have a flashlight? No. A lantern? Headlamp? Oh yeah, flare gun. Oh, Christmas lights. You could wrap them around your... I don't have a Shit. Okay, well, I'm sure you'll think of something. I'll keep an eye on you from the panopticon. This is kind of exciting, right? Maybe from where you're standing. Right. Okay. Well, طبعا يعني ده انت احفى قوي في كلامك. Okay. This Hartman thing can't have gotten very far. Let's go flush him out. Langston was right. اثر على هارتمان في المنطقه. It's just nice to have someone to talk to, you know? Ever since I got put in charge of the Panopticon, people treat me different, like I'm crazy for wanting to work with altered items. People just don't understand the altered items like I do, you know? I don't want to brag, but it does take a very empathetic mind to connect with the items. Doesn't want to brag. Right. I mean, the teams in research handle paranormal. طيب احنا عندنا الشيء الثالث. احنا تمت منطقة المعتمة واستكشافها بنجاح. دلوقتي عندي 2 بارتس لسه عايز اكشفهم. عثر على هارتمان في منطقة حدث العالم المتغير فرا مارورو، ولا مش عارف ايه دي، المنفذ السفلي قطاع التحقيقات. انا هروح المنطقة وخلاص، وايه مش هقرا لان الترجمة غريبة شويتين. يلا طبعا لو جه حد سالني دلوقتي ايه لازمه اللفه اللي هتفتح حوالين الاليفيتور دي. Still, I don't know why people are making it so personal. I mean, the teams in research handle paranormal materials every day and no one thinks they're weird. Well, maybe that's not true. Darling is famous for being an outlier, but when he's weird, it's charming. Altered items really aren't that frightening once you get to know them. ليفل 7 كلهم. عمال ترغي. Yeah.
تعالى بقى ايه قوم بالواجب. بس قوم بالواجب بقى قوم قوم بيه قوم بيه. مين فاضل؟ نهدفه في السماء. روح روح هناك. وما لو اديك ابعد مكان. انت ارخم واحد اصلا. ايوه روح هناك بقى كده. يا لهوي. لسه في حد المزيكا شغاله لسه في حد. حد شفاف انا سامعك من هنا اهو. الاصوات دي جايه منين طيب؟ طيب شوف ممكن نروح فين نتقدم. متهيألي لسه في حد ما ماتش. ما لازم كلهم يموتوا علشان دي تروح. دي بتظهر بس لما يكون الناس كلها ما مات. يعني في واحد لسه فاضل ما ماتش اهو اهو كلب اهو. ايوه شفته بقى شفته. اوكي اين انا الان؟ ما هذا المكان العجيب؟ بيطلعها ازاي دي؟ اوكي ما عايز امسك اللمبة دي. الظلام ده دامس قوي يا جماعة وانا متضايق في الرؤية بصراحة. اوكي تعالي انت بقى كده. طب في حاجة هنا؟ L2 زي كان مكتوب عليها L2 ليه؟ اوكي فهمت. اوكي L2 دي عشان ارفع كذا اوبجكت مع بعض. عظيم.
الله، الإرهاب ولا الجحيم؟ مكان جديد تم اكتشافه، يتم اكتشافه، مكان جديد يتم اكتشافه. I need a ranger sent to this location stat. Reinforcements are here. ممتاز. بس انت جيت منين يعني؟ عيني 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 عيني. الكرة دي الأول بس، هي فين؟ يا جماعة القتال مع الأعداء بقى ممتع جدا يا جماعة. بس ما هذا الشيء؟ طب المفروض اروح فين بقى كده؟ المفروض الفها علشان اروح هناك، المفروض يعني. انا جاي من هنا؟ انا جاي من هنا. I think I need to ارتقي. ده هو جه هنا ازاي؟ اوكي، في مكان اهو. انا ممكن اخش هنا صح؟ ايوه اوكي. I light the power up. ممكن في ماركينج هنا انها collectible. يا جماعه فكره الكنترول لما باخد كذا ايتم مع بعض دي فكره قويه جدا 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 جدا، وليها وقع نفسي جميل. طبعا انا مش شايف حاجه يا جماعه، ومن امتى يعني لغايه امتى هفضل ماشي يعني اعمى كده؟ اكيد هستعملها في حاجه. اوكي Alright Ati, was this what you had in mind؟ طب ما انا امشي بيها عشان اطور لنفسي عشان مش شايف حاجه. حاجة ورا هنا. في حاجة ممكن اخدها هنا. انزل انت بس شوية كده. بعدين ناخد دي كده. ما ينفعش تجري شوية وانت شايلة اللمبة دي يعني؟ ما ينفعش.
اوكي في حاجه اهي برضه نشيلها. هي مغطيه ايه على كابلات دي ولا مغطيه ايه وراها؟ اقضي على العتمه. ماشي في عتمه ثالثه بقى. طب اشوف المكان اللي انا ماشي فيه. طيب شوف في ممر ده اللي انا جاي منه. حاجة معتمة هنا. اها اوكي اوكي يلا 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 فاين كده. الاليفيتور اشتغل ولا ايه؟ كده خلاص كل حاجة صح؟ الاليفيتور كده ده لسه في تحت. فين؟ تعالى وادي مش تبعها. يلا تعالى تعالى. ده مكان طبعا، بس في حاجة ممكن اخدها من هناك. دي وصلها ازاي دي بقى؟ الكوتش الإضاءة بتنفع هنا؟ يعني هو مفيش طريق غير هنا أصلا. لو مشيت هنا هتسم. يس 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 يس. طب نروح لها بسرعة. اخرجي اخرجي. ايوه انت هتموتي ليه؟ اضرب دي. ده عفن برضه. في عفن اهو. في عفن اهو. وفي ده كمان. في ده كمان تقريبا. انا بالعافيه انا جوه واقف هنا بالكاد يعني. طب ما ناخد الحاجات دي نبعدها دلوقتي كده. بطاريات من اول وجديد. بطاريات من جديد. طبعا دي مقفولة، لازم انزل تحت اشوفها دي هتركب فين. اوكي ده كل باب ليه حد. اوكي ممكن يكون الكابلات. الكابلات اوكي. كابلات احتمال. هي اللي بتقول لي يعني الباب عايز اتنين مثلا. طب تعالى نشوف الباب ده فتح ازاي. فتح ليه؟ عشان ده فيه كابل واحد بس وده فيه كابلين. رايحين فين بقى؟ هنا. مش شايف يا اخوانا. مش شايف. مش معقولة كده يعني. هو عموما هناخد واحدة من دول. انا ما شفتهاش. كابلين في واحد كابل هنا صح. نمشي ورا بعض حرص شوية. ده طالع ماشي كده. هنا اهو. صح كده؟ يا عيني عليا اللي حواليا واللي بيتفرجوا عليا كمان. ناخد دي بقى زياده ايه؟ يلا نحط الكابل التاني. دي عايزه اربع كابلات. دي ماشي. دي عايزه ثلاث كابلات. الكابل الاول تعال نختار. في واحد هنا. واحد هنا. اوكي.
تعالي بقى. والتاني فين؟ التاني هنا. والتالت بقى ماشي فين؟ التالت هنا. انا كده صح ولا ايه؟ ايوه بقى ناخد دي. طيب واحد هنا هو الازرق، كل الازرق تقريبا. يا عيني يا عيني، ادوني ادوني غنيمة. طب بعد كده اعمل ايه بقى؟ انا عايز افتح الباب ده. هو من جوه في حاجة؟ لا مفيش. عفن ده في اصوات هنا ايه مش مستحبه. طب انا المفروض هو الراجل الجندي اللي معايا تعيش انت ولا تعيش انت؟ دي فيها كابلين صفر. ادي كابل دي. واحد كابل اصفر. التاني بقى نازل فين؟ هنا. يا عيني يا عيني. نقطعنا دي الغرفة العزيزة. Reminder: the law of three also applies to all faucets within the oldest house. Be mindful and don't cause any aquatic misconduct. Thank you for your attention. The law of three. ايه ده، بعدي منه ما بيقعش يعني ولا ايه؟ غريبة أوي. There is something in here. يعني كسر الاسمنت وما كسرش السياج الحديدي، يعني ده كلام برضو اسمه كلام ده ينفع؟ اوه ليه ما خدش حاجه النهارده؟ كانش راضي ياخد حاجه من الارض مش عارف ليه. Alright. Checkpoint. New checkpoint. في باب بيتفتح هنا اهو. حدث العالم المتغير ايجل ليميتد. طيب يا جماعه، انا شايف ان احنا ممكن نقف عند هذا الحد، و يا رب تكونوا اديتوا مشاهده ممتعه. كان معاكم احمد باج من قناه فرجني، وطبعا لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تشترك، لو انت مشترك تنساش تتفاعل عشان الفيديو ينتشر، وبس ارائكم في التعليقات تحت عشان بيهمني اعرف ارائكم بشده.
واشوفكم فيديو جاي يا شباب، ومع السلامه.